أخذت علي مع يد زايد ذاك العديم موحد الأوطان. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق شوط آخر وينطلق هنا الشوط الخامس الخاص بالسلق بالإناث، ينطلق على بركة الله ضمن مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2017 عبر قناة الواحة الفضائية على الهواء مباشرة لمسات المخرج علي الحمادي. هنا متابعة شيقة مشاهدينا، والمركز الأول والصدارة، هنا الصدارة مع وين لعامر بن محمد بن هاشل. إزعاج لا تزعجنا راعي، إزعاج لا تزعجنا، خلنا علي هون المركز الثاني. هناك مصيحة لمنصور بن سالم بن سيف. هنا مشاهدي الأعزاء الخريباني النعيم بن معضد قادم مع المركز الثاني. المركز الثالث لذياب بن عيسى بن فرج الفلاحي يتدخل مع هناك مع إفراز، ولكن شوفوا المركز الرابع. الرابع وين؟ الرابع وين؟ ما شاء الله. شوفوا هناك ايضا، هنا ايضا محمد بن شفيع بن محمد ابراهيم. نعود للصداره، نعود للمقدمه، ما شاء الله وتبارك الرحمن. راحت بالشوط، غادرت بالشوط، انطلقت بالشوط، راعيت هناك ازعاج، ازعجتنا يا بن هاشل. هذه بالفعل راعيت انجازات، هذه بالفعل تروم تجيب الظبي، تجيب الارنب، في كل شيء، ما شاء الله. افتحوها، يا سلام يا سلام يا سلام، والله الكربي على الترشيح. نعود نتابع لعامر بن محمد بن هاشل المنصوري. ازعاج 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 ازعاج، بب 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 بب. الله، شوف السير، شوف الاداء، شوف الانطلاق، انطلقت راحت قدمت عبر الواحة، رصد حي ومباشر، انفردت بالمصور بالكاميرا بعدسات الواحة بكل شيء جميل. الله على الشوط وعلى المنافس اللي بيدوم ينافس على الاطلاق. المركز الثاني، المركز الثاني، اي 7 ولا 1 يا اخوة شمع. ما شاء الله لسيف بن حمد بن خلفان الشامسي يتدخل مع عجب ومع عجب وعجب، بسوي العجب والعجب، ولكن العجب قدام العجب، العجب راح مع المركز الاول مع عامر بن محمد بن هاشم المنصوري. اتت بالقوه، اتت بالاداء، شوفوا السير، شوفوا الاداء اللي بيطمش، الطمش الطمش على السلق، الطمش على الاداء، شوفوا السير كذا اللي تلحق اللي تجيب الظبي. ها ها سيرها، ها سيرها، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. عفدت صفت، عفدت الخط، ما ياذا، ما شاء الله. المركز الاول مشاهدينا لعامر محمد بن هاشم المنصوري ازعاج. المركز الثاني، المركز الثاني لسيف بن حمد بن خلفان بن سيف الشامسي مع عجب. المركز الثالث، المركز الثالث لمنصور بن سالم بن سيف بن معضد الخريباني النعيمي، اي صيحه.